صباح عثمان، منذ ما عمري 22 سنة كنت أشتغل محققة مع لواء الإسلام تابع للجيش الحر. كنت يعني أنا صغيرة، تزوجت عمري 14 سنة وطلقت بال 17، وتعرفت على شخص اسمه علاء محفوظ، هو من حرستا وكان بيعرف كل المجموعات اللي عنا بدون ما كونه كانوا كلهم يشتغلوا سوا. عرفني على لواء الإسلام وانضحك علي كوني صغيرة يعني، وأخذني هو بالعاطفة إنه وإنه بخطبك، وعرفني على شخصين اسمه واحد صالح عنتر واحد الحاج علي، طبعا هدول تابعين للواء الإسلام، وهن عرفوني على قائد لواء الإسلام زهران علوش، وهو اللي شغلني محققة وبتفتيش البنات، واشتغلت معهم يعني فترة منيحة. كانوا يجيبوا البنات اللي ما تحكي طبعا، يعني كان معي أمر مفوض إني أضربها للبنت ويعني وأحكي معها كلام كبير يعني مشان تحكي. فأنا اللي يعطوني إياه، الأمر اللي يعطوني إياه أمشي عليه، يعني تاكل البنت كفوف ويعني تاكل ضرب مني أنا وفي معي يعني بنت تانية، كان تاكل ضرب منها يعني حتى إنه تحكي كل شيء عندها حتى ما تعذبنا يعني. وطبعا بس تحكي هي ياخذوها يعني لمكان، نحن يعني نحن نمشي بطريق وهن بطريق، إنه خلصت مهمتنا نحن. ف بتفاجأ يعني بعد التحقيق اللي أنا حققه معهم إنه البنات يعني انقتلوا. كيف؟ طريقة يعني بشعة، شيء ذبح يعني البنات اللي حققت معهم أغلبهم إنه انذبحوا ذبح، وشي انذبح ونزت بمكان يعني عند المسلخ بدوما، عند مكان يعني في كتير كلاب. فأول وحدة سميرة عساف أم لأربع أولاد انقتلت بطريقة بشعة ذبح ونزتت عند مسلخ، فالكلاب أكلوها، وهذا الشي كان مثبت ومصور يعني. دنيا عمر كمان انقتلت، تقوست براسها ونزتت عند الصرف الصحي بمنطقة الشيفونية. طبعا هاي المكان اللي زتوها فيه يعني ما حدا بيمر، يعني زتوها قصدا هنيك. والثالثة فادية ظاهر، هي ما من دومة يعني، هي من أصلا من الدير، انهدت انجابت تحقق معها وانهدت لقائد لواء الإسلام، يعني انهدت هدية يعني إله من الشباب يعني مشان يحسنوا وضعهم معه. يعني الطبيب الشرعي وقت اللي فحصها بالمشفى قال إنه هي متعرضة للاغتصاب وللكهرباء. بتمنى إنه كل البنات إذا فيها يعني إذا فيها إنه تبعد عنهم، لأنه يعني طريق ما منه رجعة، ما له نهاية يعني. بجوز هن يعني مثل ما قتلوا هدنك البنات يقتلوهم، يعني خلصوا منهم شغل ويقتلوهم مشان ما ينحكى شو صار قدامهم. يعني الجماعات اللي كنت اتعامل معهم طبعا كانوا قدام الناس انه نحن على الحق ونحن اصحابين دين واصحابين حق، فمن ابو علي خبيه ل محمود الشعراوي لصالح عنتر للحاج علي للواء الاسلام بكامله، كانوا على اساس انه هن اصحاب حق والله الله يعني. فوقت اللي انا فت على المجموعات شفت كتير شغلات يعني، شفت تعاطي للشباب، انه الشباب كلها بتتعاطى يعني، بتشم وحشيش وكل شيء يعني. وشفت انه احيانا بيجيبوا بنات يعني ما لها ذنب وما لها علاقه، وهيك يعني مثل ما بيقول انه استغلال يعني، عم يستغلوها. فانا ما شفت هذا الشيء اللي كانوا هن عم يطلعوا فيه ويحكوا فيه بالشارع ولا يطلعوا يصرحوا فيه انه نحن اصحاب حق، ما شفت هذا الشيء. شفت انه يعني كلهم مخبى تحت شيء اسمه دين، يعني دين الاسلام، انه نحن لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني شفت كل هذا الشيء ما منه جواتهم، ما في شيء من هذا الشيء، كله كفر. كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعه لفتره الظهيره، بامان الله. عشتم وعاشت سوريا، الى اللقاء.